يا عباد الله جئناكم نهني فاسمعوا، يا عباد الله جئناكم نهني فاسمعوا، إن شرع الله في الأفراح أن تتمتعوا، لا بفحش القول يلقيه البذيء المائع، بل بأقوال كرام طيبات فاسمعوا، وليكن أدناكم سمعا لنا هذا العريس شيخ عمر، وليكن أدناكم سمعا لنا هذا العريس، فله النصيحة علها تبقى الأنيس بين جدران ستحبسه، ويا نعم الحبيس، إنه خير السجون ومنتهى أمل النفوس. أيها الإخوة الكرام، معنا الفرسان الثلاثة، فضيلة الشيخ عبد الرحيم زورة، فضيلة الشيخ كرم، فضيلة الشيخ محمود أبو عبد. أيها الأحباب، عم الشيخ حامد، سيب عمك حامد بقى عشان نقول له على الحكاية. كنت في تاني إعدادي وكنت متعلق بالخطابة، ليس أي لي أي هواية إلا الخطابة في تاني إعدادي عم سعد. فكان في ميتم هنا في المنظرة، فرحت كان اللي بيقرأ فضيلة الشيخ ربنا يطول عمره الشيخ لطفي الناجي، فقلت له ممكن نقول خمس دقائق؟ اتفضل. أنا مسكت الميكروفون وبصيت لقيت واحد داخل معروف، شيخ معروف، قريب كبير معروف، وقف كده قال ايه هي عيلة مفاهيم من قلة العلماء في البلد عشان تجيبولنا عيال يقولوا يوعظوني. وقفت تاني اعدادي عيل، قعدت في البيت يا عم حامد 6 ايام ما نطلعش من البيت، حالة نفسية، وابي اقول لي معلش، لغاية ما جالي الشيخ محمد موسى، الشيخ محمد ابن الشيخ محمد مرسل والتاجر الموجود، جالي فاكر كويس ده غيران منك ونفخ وتم يتكلم، ليه بنحكي الحكاية كلها؟ لما تاخد بإيد واحد حتى لو كان مش متقن، دي صدقة جارية، إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 3، إيه؟ صدقة جارية، وهي مولانا علم ينتفع به، قال إيه؟ وولد صالح يدعو له، قال ولد مش أم، طب اللي ما بخلفش عم ساعة يبقى محروم؟ لا، الولد ليس من صلبه، ولكن كل مولود ولد، يعني المدرس اللي علم الأولاد. فضيلة الشيخ كرم المنصور القارئ العالم كبير أئمة مديرية أوقاف البحيرة مدرسة طاروطية، المهم ربنا نفخ في صورتي ومسكت جامع سيدي الزمل 12 سنة إماما وخطيبا بعد ما نمت أسبوع. فعشان كده جبر الخواطر على الله هنسمع إبراهيم، خد إبراهيم، ممكن إبراهيم ده يكون على قده، اطلع فوق، ممكن يكون على قده، ولكن في واحد بيروح يحلق كارينا ويحلق مش عارف، لكن هو لبس الزي العمل تحته الصيني، بس ان شاء الله فيه البركة ان شاء الله. عم الشيخ كرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
أيها الإخوة الكرام.